بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوك محمود معاري، وبناء على طلب كثير من الإخوة المهندسين والمهندسات إنه كان بدي أنطقتي لموضوع الفايبر أوبتيك، أو اللي هو بيقولوا له الكابلات الألياف الضوئية. فقررت أعمل سلسلة مبسطة وقد ما فيني أبسطها لحتى نشرح كيف هي الفايبر كيبل، وكيف فينا نعمل تصميم كامل للشبكة، وكيف نطلع المواد اللي نحن مستعملينها أو بدنا نستعملها بناء على المشروع. بس بدنا نفهم شوية شغلات قبل ما نبلش بالكورس تبعنا. هو كورس طبعا هيكون صغير، يعني الفايبر كيبل أو الفايبر أوبتيك كيبل إذا أنا بدي أشرحه بالتفصيل الممل وهو نحن ما محتاجينه، فحيقلب معنا شوية فيزياء. على يعني مثلا في عالم، طب أنا كيف بدي أعرف معامل الانكسار تبع الضوء؟ أنت ليش تعرف، أنت كمهندس شبكات أو مهندس اتصالات، أنت ليش تعرف معامل الانكسار شو؟ وإذا بدك تحسب المعادلات تبعته كيف بيطلع، كيف بيسلم الداتا وتفوت بماكسويل، قانون ماكسويل، هتعمل تفوت بفيزياء بحت، تفوت بعلم الضوء، وموال طويل عريض ما إلك عازي فيه. أنت كمهندس شبكات، هذا لازم تحدد هون الموقف، أنت كمهندس شبكات أو مهندس اتصالات، شو محتاج عارف؟ في عندك مصنع صنع الفايبر كيبل وعمل له تيستنج بناء على معايير معينة، ودخل بالجودة، الكواليتي اشورنس، والكواليتي تيستد، وفات بالسكس سيجما، وفات خلص لك بهذه الامور وصنع لك الكيبل واعطاك اياه، زي الكات 6 كيبل. الكات 6 كيبل انت ما بتعرف بالضبط كيف هو بالضبط عم بمرق، وشو عم بيحتاجه ليسلم الداتا وهي مرقه بقلب الكيبل. فهذا كله نحن ما عايزينه، نحن عايزين نفهم شو هو الفايبر بالضبط، ومبدئيا بس كيف بيشتغل، وشو هو مكوناته وخصائصه، لحتى نقدر نصمم او نطلع نحن شو محتاجينه بقلب المشروع تبعنا. حلو كتير، يلا نبلش. اول شيء نحن في عندي مصطلح بعالم الكابلات، المصطلح العلمي تبعه بسموه Structured Cabling System، زي ما انا حاططها هون قدامكم. Structured Cabling من اسم لاسمين. أول اسم هو الكبر، خلينا نقول الكبر زي اللي احنا أخذناه طبعا، أي مهندس شبكات بيعرف كات 5، كات 5 وعائلته كات 6، كات 6A، كات 7، كوأكسيال كيبل. حتى الكيبلات تاعون اللي بنستعملها مثلا للتلفزيونات، للساتلايت سيستم، كمان ستراكشر كيبل، أي شيء كبر. طب شو يعني كبر أصلا؟ كبر يعني نحاس، يعني كلياتهم بيكون نحاس من جوا. النوع الثاني خلينا نقول اللي هو الفايبر اوبتيك اللي بدنا نشرحه اليوم. الفايبر اوبتيك هو الياف ضوئيه. شو يعني الياف ضوئيه؟ يعني بكل بساطه انت عندك بيجي هو مكون من ثلاث اقسام رئيسيه. مثلا لو قلنا هون بيكون في عندك هون، هبرجيكم صوره، انا عامل لكم شويه صور. مثلا نقول هاي طبقه، ونقول هاي طبقه ثانيه، وهاي طبقة ثالثة. ماشي، هذا ثلاث طبقات هي معرف. هذا بيسموه الكور. هو الكور عبارة عن أزاز، أوكي، مبني من شيء اسمه سيليكا، أزاز. وعندك هون الكلادينج. الكلادينج هي لما هو كيف الضوء لما يجي هون، الداتا لما تيجي هون الضوء بعكسه، فبعكسه الكلادينج. وفي عندك هون طبقه بسموها الكوتينج او البفر او الجاكيت حسب. ماشي، هاي بس عشان تحمي الازاز، لانه الكيبل كتير حساس، الفايبر جواته الازاز بينكسر طبعا، فكان لازم طبقه بلاستيك تكون تحمي. بكل بساطه هذا هو رسم المقطع ده. طيب لو احنا مثلا بدنا نروح نقول مثلا وات فايبر اوبتيك، هذا السلايد انا حاولت اعمله بموضوع كثير بسيط. يعني وات فايبر اوبتيك، هلا
فايبر اوبتيك خلينا نقول انه هو فليكسيبل كيبل ميد باي جلاس سيلكل، يعني كيبل مرن ومعمول من الجلاس سيلكل. ماشي الحال. اتها 3 مين بارتس، عندنا ثلاث اقسام رئيسيه منهم مثل ما وضحنا، كور كلادينج وكوتينج. حلو، هذا الكلام ينطبق على سنجل مود وينطبق على المالتي مود طبعا. It has been used for long distance in networking. كلام حقيقي. ليش طلع الفايبر؟ الفايبر طلع لسببين رئيسيين، للأطوال البعيدة وللسرعات، لأنه فيه سرعات مهولة، بسبب السرعات مهولة، وهذا رح نشرح بالضبط أنواعه وكيف سرعته. وأنا بضيف لكم نوع ثالث، هو ضيفوا عليها الترتيب. الترتيب كيف؟ هاي حشرح فيها بالدايجرام لما فوت بموضوع شيء اسمه نقسم الغرف السيرفر روم، نشوف كيف بنقسمها ونشوف كيف بنعملها. طيب it uses lights to transport the data. تمام، بيستعمل الضوء عشان ينقل الداتا. كلام سليم. it has two types single mode ومالتي مود. احنا عندنا single mode ومالتي مود. حبلش بالمالتي مود لانه كتير مهم بناحيه الشبكات، كشبكات كجامعات كذا، انه معظم العالم تستعمل فيه مالتي مود. وسنجل مود حتكون الاخير. اذا انت فهمت معي المالتي مود مظبوط، يعني انت تقريبا لخصت على حالك في سنجل مود 90%، يعني انت 90% بقى عندك 10% هي الفروقات البسيطه اللي في السنجل مود وليش السنجل مود وكيف بيستعمل السنجل مود. ماشي الحال. طيب المالتي مود فايبر، بس خلينا نحكي بشكل بسيط عنه. المالتي مود فايبر بقول لك its sample is OM، دائما بيختصروه ب OM، O اختصار ل optical و M multi mode. تمام. It is type of fiber optic cable used for short distance. طب كيف انت عم بتقول لي بالاول انه هو بيستعمل لمسافات طويله وهلا عم بتقول لي انه هو بيستعمل لشورت ديستانس؟ طيب شورت ديستانس بالمقارنه مع السنجل مود. هلا حنشوف لقدام انه مثلا المالتي مود تقدر تمده مثلا ل 500 متر، بس السنجل مود بتمده لكيلومترات، فهو اكيد طويل. هلا بالنسبه للكات 6، الكات 6 كان بيقدر يمده بس اخر 90 متر، بعد 90 متر حيصير في عنده مشكله، فهو اكيد اطول بكثير. لما قال لك 500 متر او 550 متر، فهو اكيد اكثر من الكبر الكات 6 كيبل، بس ما اكثر من السنجل مود، عشان هيك قلنا شورت ديستانس. تمام. It is used mostly at large organizations. مالتي ستوري بيلدينج، لا هاي لارج مفروض تكون لارج كامبس. حلو، وين بيستعمل مالتي مود؟ بيستعمل بالشركات، مثلا بناية عندك مثلا 3-4 طوابق او اكثر، طبعا بدك تقسم فيها اي دي اف عادي لو عندك بناية 12 طابق. لارج كامبس يعني مثلا عندك اللهم صل على سيدنا محمد، جامعة بمبانيها برضو فيك تستعملها. طيب نستعمله كمان to maximize the bandwidth of uplinks. هذا حقيقي. لما انا شرحت عندي السلسلة تبعتي تبعت كيف تبني شبكة نتورك، فكان الأبلينكس لما اخذناها بين الاكسس سويتش والكور سويتش، فهذا الأبلينكس يستعمل في عندك طبعا سرعات، في عندك 1 جيجا بت بير سكند، في عندك 10 جيجا بت، 25، 40، 100 جيجا بت بير سكند. فاكيد كل فايبر بيعطيني سرعات معينه وذ ريسبكت طبعا احترامنا للاس اف بي موديول. الاس اف بي موديول برضه حنشرحه شو. طيب it is used at IDF and MDF. هذول المصطلحين هذول كثير مهمين عشان نقدر نفهمهم. نحن لما نقسم الشغل عندنا بنقسمه زي غرف. انتوا اول شيء النظام كيف، مثلا عندك شركه صغيره بتلاقي في عندها غرفه عاملينها سيرفر روم بحطوا فيها السويتشات والراوترات والسيرفر الى اخره، غرفه صغيره يعني مكتب صغير. خلينا نقول اذا المكتب كله مثلا مساحته 600 متر، عفوا 60 متر مربع او 80 متر مربع او 100 متر مربع، فهذا انت ما عايز فيه اي دي اف وام دي اف، مش محتاج. محتاج مثلا عندك مكتب خلينا نقول مثلا 3 طوابق، لا بدي ارتب هون شوي الشغل تبعي، فبعمل IDF. IDF هي الغرفة بيسموها Intermediate Distribution Frame. هلأ إذا بدنا ترجمها هي غرفة موزعة Intermediate ناقلة، ما بحب الترجمة أنا والمصطلحات، بس هي IDF هي خلينا نقول الغرف الفرعية.
اللي منحط فيها طبقة الأكسس لاير عشان نكون شوية منطقيين. إذا عم نحكي بالنتورك توبولوجي لما نحن عنا أقسام مثلا أكسس ديستريبيوشن كور أو إذا عم نشتغل كولابس كور نقول أكسس والكور عندها. فدائما الأكسس لاير هو الـ IDF حطوها براسكم. حلو. الـ MDF هو المين ديستريبيوشن فريم، الغرفة الرئيسية. خلينا نقول الكور لاير أو الكولابس كور لاير اللي هي كل الـ IDF بيكونوا متوصلين عليها بالفايبر كيبل طبعا. كيف؟ حنعمل سيناريو وحنظبط الدنيا، بس هلا بس بدي كنت احكي شوي بالمصطلح. حلو كتير. هلا المالتي مود عنده انواع كتيرة وهو موضوع تاريخي، تعال احكي لك القصة. اول ما طلع المالتي مود طلع قال لك او ام 1 كيف عندك الكات 6 كيبل، كان عندك كات 5 بالاول، بالاول كات 3 بعدين كات 5 بعدين طلع لك كات 5 اي بعدين كات 6 كات 6 اي كات 7 كلياتهم تحسينات. فكان عندك OM1 واندثر حاليا مش موجود. OM2 OM2 عم بندثر هلا حاليا، انا في الامارات ما بلاقي OM2 ونحن شغالين بس على OM3 OM4 OM5 بعد التجارب ما نزل بالسوق. فهي تحسين، كان بالاول OM1 بعدين OM2 OM3 OM4 تحسن من ناحيه شو؟ تحسن من ناحيه سرعاته، قديش بيعطيك باندويث على المسافه. حلو كتير. طيب its core diameter for OM1 is 62 micrometer، هاي وحدته micrometer. طيب المحيط تبع الكور، هاي مش قسمناها الفايبر كيبل، عندك كور وكلادينج وبفر. الكور المحيط تبعه يعني سمكه خلينا نقول لل OM1 كان 62 micrometer، بس للـ OM2 والـ OM3 والـ OM4 والـ OM5 حتى حسنوا فخلوا 50 ميكرومتر. كل ما صغر هذا الرقم كل ما صار أحسن عندي. أحسن إيش؟ من ناحية السرعة. حلو. الكلادنج، الطبقة الكلادنج اللي فوقه هي 125 ميكرومتر، هاي ثابتة بتكون. فأنت حتى لما تلاقي هون عندك، لما تشوف أنت دائما خلاص عندك صار هذا المصطلح، لما يقول لك عندك انا حتى لو ما كتب لك على الكيبل مالتي مود او شيء، لما تشوف 50 ليش هيك وين انا اوكي، لما تشوف مثلا على الكيبل مكتوب 50 على 125 على طول بتعرف هذا مالتي مود. او لما تشوف، طبعا انت مش هتشوف لانه هذا قديم صار، او لما تشوف مثلا 62 على 125 على الكيبل فبتعرف انه هذا على طول مالتي مود. ماشي الحال. قلنا الكلادنج دايمتر تبعته هي ثابته. اوكي تمام نروح نفس المقطع اللي انا رسمت لكم اياه. هاي طبقه الكور، هذا الفايبر. اوكي هون الكور عندك، وهون في عندك الكلادنج اللي قلناه. هلا في طبقات مرات تانية، انت قلت لي في ثلاث طبقات رئيسية، كيف هم في أربعة؟ عندك أي طبقة بعد الكلادينج هي طبقة حماية. احنا قلنا هلا هون هاي بسموها جاكيت، احنا سميناها مثلا كوتينج. اوكي ويا هون مثلا معطينا كوتينج اسمها، بسموها جاكيت، بسموها كوتينج، بسموها بفر. ممكن يحط طبقة كوتينج وبعديها طبقة بفر. اوكي فما تتلخبطوا بهاي الامور يا ما. اي شيء بعد الكلادنج هي حمايه للجوه، للازاز اللي عندك جوا بكل بساطه. هاي رسمه هيك مقطعيه من جنب، وهي نفس الرسمه بس ماخذين هيك من جوا كيف انه هاي طبقه الكور الداخليه وبعدين الكلادنج وبعدين الكوتينج. مثلا هون اعطاكم كوتينج بعدين اعطاكم مثلا بلاستيك بافر. تمام ما غلط. طيب المالتي مود تايبس اند سبيد. حلو تعال نشوفه. عندك الاو ام 1 هو قلنا اندثر، عندك ال 62.5 عفوا المعامل تبعه على 125. طيب بقول لك على ال 100 ميجا بت بير سكند انا بطلع لي 2، بقدر امده 2 كيلومتر. حلو. على ال 1 جيجا بت بقدر امده 275 متر.
على 10 جيجا بت 33 متر، ما بدعم 40 جيجا بت بير سكند، وما بدعم 100 جيجا بت بير سكند والى اخره. ماشي الحال. حسنوا منه الاو ام 2. الاو ام 2 شو قال لك؟ المعامل تبعه هو 50 على 125، يعني هذا اصلا التغى ما تركز فيه كثير، بس عم نحكي كقصه. حلو. نفس الشيء ال 100 ميجا بت بير سكند 2 كيلومتر بقدر امده، على ال 1 جيجا بت 550 متر اكثر منه، فهذا التحسين. على ال 10 جيجا بت 10 جيجا بت بير سكند بقدر امده 82 متر. طب شو يعني على ال 10 وعلى ال 1 جيجا بت؟ يعني اذا انا بدي سرعات السويتش عندي الأبلينكس 10 جيجا، فبقدر يكون المسافة بين الفايبر والسويتش 82 متر. ماشي؟ 40 ما بدعم، 100 ما بدعم. هلا الناس كلها تشغال يا أم 3 يا أم 4، لأنه هذا كمان عندنا أصلا بالإمارات كمان ترى، ما بعرف في باقي البلدان الثانية. عندها 50 على 125 نفس الشيء 2 كيلومتر، يعني أنت لو بتلاحظوا المالتي مود آخره 2 كيلو. على شو؟ على 100 ميجا بت بير سكند. ممتاز. طيب وفي عندك كمان على ال 1 جيجا بت تقدر تمده 800 متر، ممتاز، تحسين رائع. وعلى ال 10 جيجا بت 300 متر، جيد، ممتاز كثير المسافه. انت اصلا بالشركات انت هاي 300 متر ما هو رقم كمان مش بسيط. 40 جيجا بت اخذ عندك 100 متر بدعم، طلع ال 100 جيجا بت كمان، اوكي 100 متر. هذول انسولي يعني شويه، هذول يعني تفاصيل صغيره ما موجود. فعندك على 100 جيجا بت 100 متر. حلو. الاو ام 4 نفس الشيء، بتشوف تدعيماته وهون بتلاحظوه عن كل جدول. حلو كثير. الاو ام 5 انا صراحه ما حاب احكي عنه لانه هو بعده خيض التجارب وبعد لسه ما نزل، بده وقت كبير لينزل، بس حينزل شيء اسمه او ام 5. ممتاز. طيب المالتي مود اكسسوريز، خليني احكي للاكسسوريز بفيديو تاني ان شاء الله. بنشوفكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.